نظمت مديرية الصحة الغربية على مدار يومين قافلة طبية في قرية حانوت إحدى قرى مركز زفتة بمحافظة الغربية. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرية حياة كريمة، حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1677 مواطنا، وتم صرف الأدوية لهم بالمجان. احنا بنحاول نوصل لاهالينا في الصعيد وفي اقاصي الاقاليم، نوصلهم القافله الطبيه، احتياجاتهم الطبيه من ادويه، من مستلزمات، من تخصصات طبيه مختلفه، معانا عياده جراحه، معانا عياده نساء، وعياده الاطفال، عياده الانف والاذن، تخصصات كثيره مختلفه.